أن يلبس المرء ساعة في يده اليمنى فهو أمر يدعو إلى الغرابة والاستهجان، فمكانها المعتاد مخالف لذلك ولما اعتاد عليه الإنسان. ليست الحكاية مزاجية أو تفضيلاً من قبل الصناع الأولين، لكنها تعود إلى ظروف نشأة هذه الساعات سنة 1904، بعد أن كان استخدامها حكراً على النساء كزينة وإكسسوار إضافي. طلب أحد الطيارين من صانع الساعات الأشهر لويس كارتييه أن يصمم له ساعة بديلة عن تلك التي كانت توضع في الجيوب، ساعة عملية يسهل استخدامها في الرحلات الجوية وتلبي الحاجة على أفضل وجه. خرج التصميم الجديد مهيئاً للبسه في اليد اليسرى لسهولة النظر إليه أثناء القيادة، اختراع سرعان ما لاقى رواجاً كبيراً بين الجنود أثناء الحرب العالمية الأولى، فهو يتيح لهم معرفة الوقت دون تحريك السلاح في أيديهم اليمنى واحتمال تعريضه لأي تلف أو ضرر، ميزة تبحث عنها غالبية فئات المجتمعات وكل من يتطلب عمله جهداً عضلياً. وإدراكاً لهذه الحقيقة، وضعت الشركات المصنعة مقبض تدوير العقارب على يمين الساعة. مع انخفاض استخدام الساعات التقليدية واستبدالها بالذكية منها، لم يتغير مكان ارتدائها أبداً، وربما ازداد ترسخاً في جهة الشمال، فأصابع اليمين أقدر على التحريك والتفاعل مع ما يظهر على الشاشات من إشعارات وتنبيهات، حتى نبضات القلب والأكسجة لا تصح وتعتمد إلا إن أخذت من اليد اليسرى. هل تعرفون من يضع ساعته في يده اليمنى؟ أخبروه إن أحببتم بهذه المعلومات.